انطلاقاتنا تستمر والتحديات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات، ميداننا الذكي الذي يحمل انطلاقات الحول والزمول وهجن أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. مباشرة بدايتنا مع الجولة الثانية ومع المحليات، الأصايل تقدم مع المراكز الأولى، تقدم مع شعار المركز الأول غازي على المركز الأول، شعار شوده سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي يتقدم شاعر ويقدم غازي في بداية هذه الأسماء والشعارات. المركز الثاني القادمة محنة على المركز الثاني، حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري قادمين أهالي المرموم في مرافقة أهالي مدينة العيد. المركز الثالث نتابع المركز الثالث والقادمة في هذه اللحظات الشايبة، لحميد بن عتيج بالهلي الهاجري يتقدم ويقدم الشايبة، ناخذ المركز الرابع والذيبة، ذيبة قادمة عبيد بن محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي قادم في هذه اللحظات، يقدم الذيبة احد ممثلين مرغم يقدمون انطلاقات شعار الصعب. هنا يتقدم عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان، ناخذ المركز الخامس من الجانب الاخر، سرابة سرابة محمد بن راشد بن سعيد العفاري يقدم سرابة القادم على المركز الخامس، مكتوم بن شيبة الشبوسي يأتي ويقدم زعفران على المركز السادس. سابع المراكز تواجد من قبل القنصرية قادمة سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري يتقدم في هذه اللحظات مع القنصرية القادمة والمتقدمة على المركز السابع. ثامن المراكز حرير، حرير يا سلام يا سلام يا سلام، حمد بن محمد بن حمد بن مصلحة الاحبابي يقدم حرير على المركز الثامن. تاسع المراكز تواجد من قبل راهية القادمة، راهية بشعار الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي يقدم راهية وانطلاقات راهية في هذه اللحظات على المركز التاسع. والمركز العاشر، المركز العاشر نتابع في هذه اللحظات التقدم على المركز العاشر من قبل الظبي لسيب بن سالم النايل الشامسي يقدم الظبي في هذه اللحظات على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الأول لهذه الأسماء العشر المقتحمة عالم النداء والإعلام. يا هي أسماء قادمة، يا هي شعارات سلالات قادمة في هذه اللحظات تبحث عن ناموس المحليات الأصايل. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، محنة اللي غيرت، محنة هي محنة اللي تقدمت على المركز الأول لحمد بن سلطان بن سيب بن درويش المنصوري يتقدم في هذه اللحظة مع انتصاف الستة كيلومترات. غازية غازية سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي من الجانب الآخر يقدم غازية وانطلاقات غازية على المركز الثاني. المركز الثالث شعار مكتوم بن الشيب السبوسي يأتي مع زعفران، هو شعار هل القادمة في هذه اللحظات والعديد والعديد من الأسماء اللي قدمها في عالم الأصايل. مكتوم بن الشيب السبوسي يأتي ويقدم زعفران فرانة على المركز الثالث. المركز الرابع حرير القادمة، حرير حمد بن محمد بن مصلح الاحبابي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم حرير على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس والقادمة سرابة لمحمد بن راشد بن سعيد العفاري يتقدم على خامس المراكز. المركز السادس هذه الشارع
نايبة لحميد بن عتيج بن عبيد من الهلي الهاجري ومكحولة القادمة مكحولة لسهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم على المركز السابع مسيرها إلى المركز الخامس المركز الثامن وصلنا مع ضبي وصلنا مع ضبي لسيب بن سالم النايل الشامسي ووصلت راهية راهية القادمة راهية المتسللة في هذه اللحظات بشعار الشاعر سعيد بن حمد بن مصرح بن جمهور الاحبابي ومن القادم هذه ندى بن خصيبة احمد بن خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري يقدم ندى القادمة اللي بحثت عن النداء في هذه اللحظات على المركز العاشر هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء لهذه الشعارات المتقدمة المنطلقة والحاضرة لكن اعود الى الصدارة اعود الى المراكز الاولى عندما بالت المقصورة الرئيسية بدأنا نقترب من لوحة الاعلان حرير 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 اللي غيرت حرير على المركز الاول حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي يتقدم الشاعر كذلك على المركز الاول من الجانب الاخر غازية يا غازية غازية القادمة شعار شعار رشود القادمة في هذه اللحظات سعيد بن محمد بن خاتم الشامسي يقدم غازية القادمة على المركز الثاني على المركز الثاني تبغي السلامات لهالي زاخر 1200 ما تبقى عن خط النهاية محنا على المركز الثالث محنا القادمة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري قادم على المركز الثالث المركز الرابع سرابة لمحمد بن راشد بن سعيد الاعفاري شوف الاسماء تابع الشعارات وصلت السايحة حميد بن سالم بالقوبع المنصوري اول نداء للسايحة القادمة وكذلك حرايب القادمة خالد بن سعيد بن مبارك بن عامر الزرعي يقدم حرايب ولكن اعود الى الصدارة اعود الى المقدمة الى بن خاتم الى بن خاتم على المركز الاول الى بن خاتم الى راعي غازية الى راعي غازية ياهو غزو ياهو غزو في اللحظات الاخيرة محنة قادمة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري قادم على المركز الثاني ولكن بن خاتم على الصدارة بن خاتم بن خاتم بن خاتم على المقدمة يبغي هذا الشوط يبغي شوط المعليات راعي شودة راعي شودة ولكن الزرعي الزرعي قادم مع حرايب 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 خالد بن سعيد بن مبارك الزرعي وبن مسفور قادم بالقوبع المنصوري حميد بن سالم بالقوبع المنصوري مع السايحة السايحة ولكن روح الزرعي ها هي حرايب اللي حاربت عن هذا الشوط حرايب حرايب تهانينا والناموس لمالك حرايب الى الاشقاء بالسلطنة خالد بن سعيد بن مبارك بن عامر الزرعي صباح الخير يا راعي حرايب المركز الثاني غازية لسعيد بن محمد بن خاتم الشامسي المركز الثالث السايحة لحميد بن سالم بالقوبع المنصوري المركز الرابع محنة لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري المركز المركز الخامس سرابة لمحمد بن راشد بن سعيد العفاري هكذا هي النتيجة تهانينا والناموس لمالك حرايب من قدم حرايب في مسار خامس أشواط نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني لحظات وصول حرايب قطعت الستة كيلومترات بتوقيت زمني مقدارة 9:41 من الثانية تهانينا وناموس لخالد بن سعيد بن مبارك بن عامر الزرعي
وسلاماتنا الى الاشقاء بالسلطنه. المركز الثاني الى الكامل والوافي، المركز الثاني 9:41، 5 أجزاء من الثانيه غازيه لسعيد بن محمد بن خاتم الشامسي اللي وصلتنا على المركز الثاني. المركز الثالث هذه السايحة توقيتها الزمني 9:42 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لحميد بن سالم بالقوبع المنصوري، تهانينا والناموس للجميع.